الآن الآب والابن روح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 7 أبيب الكنيسة بتحتفل باستشهاد أسقف اسمه قديس أغناطيوس، كان بترك أنطاكيا، استشهد في روما. لكن الكنيسة النهاردة بتحتفل بنياحة قديس كبير جدا وبنحبه قوي في كنيستنا، هو أنبا شنودر رئيس متوحدين. وأنبا شنودر رئيس متوحدين كانوا بيسموه القديس النبي، لدرجة أنه كتير من أمراء عالم خارجي كانوا بيجوا علشان يستشيروه في أمور خاصة بيهم، لأن هو ربنا كان مديله استنارة ورؤية وكان مديله قوة روحية جبارة جدا. هو والده ووالدته كانوا من حتة في أخميم شندويل، وكانت الأم ووالده ناس قدسين بركة. وكانت مرة والدته وهي رايحة علشان تملى مية، قابلها واحد من الاباء القديسين كان بيبيع شغل ايده اسمه القديس اورسيزيوس، وقال لها انت مبارك ثمره بطنك، الله هيعطيكي ابن تفوح رائحه القداسه منه العالم كله. القديس اورسيزيوس ده كان احد تلاميذ انبا باخوميوس، وفعلا سنه 333 خلفت انبا شنودر رئيس متوحدين. وكان والده غني، وكانت والدته تديله الأكل بتاعه وهو رايح يرعى غنم والده. والده كان عنده حقول كتيرة وأغنام كتيرة، وكان هو من هو صغير بيشتغل مع والده. لما والدته كانت تديله الأكل يقولوا أنه كان مع العمال والعبيد بتوع والده كان يديهم الأكل بتاعه ويفضل هو صايم للغروب. الكلام ده يقوله هو صغير جدا، حتى أنه هو عنده 9 سنين كان يصوم لحد الغروب. ويقولوا ان والده مرة كان بيدور عليه بالليل، كان بالليل ما بيلاقوش موجود في البيت، يدور عليه لقاه عند البير واقف يصلي وهو عنده 9 سنين. وهو واقف البير ده كان برا القرية، وهو واقف يصلي ايديه كانت منورة، فابوه فرح بيه واخده عند خاله انبا بيجول. خاله كان رئيس دي احد اديورة الباخومية اللي هو انبا بيجول، وراح قال له بارك ابني. فأنبا بيقول مسك ايد أنبا شنودة كان طفل وراح حطه على راسه وقال له هو يباركني. كبر أنبا شنودة وكان حب انه يعيش مع خاله في الدير، وفعلا راح اترهبن وراح عند أنبا بيقول. ومرة وأنبا بيقول وأنبا شنودة كانوا ماشيين في الطريق، وكان معاهم واحد تاني من القديسين اسمه أنبا بشوي، غير أنبا بشوي القديس الكبير اللي هنحتفل بيه بكرة. سمعوا صوت من السماء بيقول مبارك شنودة رئيس المتوحدين. فأنبا بيقول وقف كده وبص للأنبا بشوي اللي هو كان ماشي معاه، قال له سمعت الكلام ده؟ فقال له أنا سمعت. فبصوا للأنبا شنودة كان لسه راهب مبتدئ يعني، قال له أنت سمعت؟ فقال له أنا سمعت. عشان كده بعد ما تنيح أنبا بيقول جه الآباء كلهم اجتمعوا لأن يبقى الأنبا شنودة هو رئيس الدير رغم أنه كان صغير في السن. وكان وقتها الدير اسم اللي هو باسمه الدير الابيض، لان الحجاره بتاعته كانت حجاره جيريه فكانت لونها ابيض، فكانوا مسمينه دير الابيض. وهو انبا شنودة رئيس الدير اتجمع حوالي 2200 راهب في نفس الوقت ده. كبر الدير جدا وبنى لهم دير تاني اللي هو الدير الاحمر جنب منه، والاحمر لانه معمول بحجاره زي كده جرانيت حمراء فسموه الدير الاحمر، وسكن فيه حدود 1800 راهب وقت انبا شنودة. وحط هو قوانين ما بين القوانين الباخوميه وقوانين المتوحدين اللي هي انطونيه. الرهبانه ليها 3 انواع، الرهبانه متوحده زي رهبانه انبا انطونيوس، يعني رهبان في البريه ليهم الالي،
ومفيش ما يجمعهم إلا قداس واحد يوم الحد وليلة السبت يصلوا مع بعض عشية وتسبيحة للصبح. ونوعية تانية اسمها البخومية أو نوعية الشركة، وده كان ثلاث رهبان في قلاية وليهم شيخ كبير، أو أحيانا كان يبقى المبتدئين 10 رهبان وليهم حد من الأباء الكبار. وكان الشركة في كل شيء، في الصلاة والأكل والعمل. وكان أنبا بخوميوس اتكلمت على طريقة حياة الرهبان البخومية وقت أنبا بخوميوس. لكن أنبا شنودة عمل حاجة في النص، عمل فكرة أن ممكن يبقوا مجموعة متوحدين وفي نفس الدير في مجموعة كمان بتعيش الشركة، بس الشركة مش زي الشركة البخومية. كانوا يتجمعوا 4 مرات في النهار يصلوا الأجبية 7 صلوات، يتجمعوا 4 مرات يصلوا، وما بين فترات التجميع للرهبان كانوا يقعدوا يشتغلوا، وكانوا يجتمعوا كلهم في عشية الحد، وأنبا بشنودة رئيس الوحدين نفسه هو اللي كان يوعظهم. وبعد فترة أصبح القرى اللي حواليهم بتيجي كمان تحضر عشية وتسمع عظة أنبا بشنودة، وتاني يوم يصلوا قداس سوا. وكانوا بيجتمعوا كل المتوحدين اللي تحت رئاسة الأنبا بشنودة بالرهبان 4 مرات في السنة يتقابلوا مع الأنبا بشنودة. وكان بيشتغلوا في صنع الحبال والأفف وصنع الأحذية والنجارة، لدرجة أنه يقال أن دير أنبا بشنودة كان مشهور بأنه احتكر هذه الصناعة في المنطقة بتاعت الصعيد الجواني. أنبا بشنودة كان من الأباء اللي بيجمعوا بين الوحدة وبين وجودهم وسط الرهبان، عشان كده اسمه رئيس متوحدين. يقال انه في بعض الاحيان كان بيقفل على نفسه في قليته في البرية 5 سنين متواصل. وهتشوفوا كمان شوية ان المسيح نفسه كان بيجيله في لقاء متوالي. انبا البابا كيرلس الرابع لو تفتكروا لما اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، قلت لحضراتكم انه اخذ معاه انبا شنودة وانبا بؤتر. لما أخذ معاه أنبا بشنودة حكيت لكم على إيه اللي عمله في نسطور. لكن وسط الزحمة وهم راجعين من المجمع، وسط الزحمة البابا كيرلس عمود الدين كان معاه 50 أسقف، فالأساقفة مع البابا كلهم دخلوا السفينة الكبيرة اللي هتاخدهم من أفسس للإسكندرية. والخدام اللي كانت بترتب موضوع النقل ده ما اهتموش بأنبا بشنودة رئيس المتوحدين. هو كان راهب بسيط كده ولابس لبس بسيط. فأول ما الأساقفة ركبوا السفينة اتحركت السفينة ونسيوا أنبا بشنودة كان واقف من بعيد. فأنبا بشنودة كده بس ربنا كده وقال له يا ربي أنا هرجع دير إزاي؟ هتوديني دير إزاي؟ فيقال إن نزلت سحابة من السماء أخذت أنبا بشنودة رئيس المتوحدين وتلميذه، كان معاه أنبا ويسا وتلميذه، ورفعتهم ومشيت بيهم. الشيء اللطيف بقى ان مشيت بيهم فوق السفينه اللي اتحركت بتاعت البابا كيرلس عمود الدين وال50 اسقف. فبص بابا كيرلس لقى أنبا بشنودة على السحابه، فقال السلام لإيليا الجديد، يا ابي أنبا بشنودة اغفر لي انا نسيتك، اذكرني اذكرني قدام ربنا. فيقولوا ان أنبا بشنودة راح باركه، ووصل أنبا بشنودة للدير. لما رجع أنبا كيرلس لإسكندرية بعت قال له أنت وصلت في قد إيه؟ فأنبا بشنودة ما رضيش يرد عليه، فقال له أترجاك باسم المسيح تقول لي أنا عايز أعرف. فقال له أنا لحقت صلوات الأباء بالليل في الدير، يعني ما أخدش أكتر من نص ساعة على السحاب. أنبا بشنودة رئيس المتوحدين يقول أنبا ويسا تلميذه أن مرة دخل عليه وجدوا قاعد مع ربنا نفسه مع السيد المسيح. لكن أول ما دخل أنبا ويسا تلميذه السيد المسيح اختفى، فقعد يبكي وقال له بقى كده يا أنبا بشنودة، قل له أنا متضايق أني قد كده أنا خاطي ما استحقش أن أنا أشوف ربنا، طب كان حتى بس يبصلي، طب حتى يباركني. فأنبا بشنودة قال له يا ابني صدقني الموضوع مش مرتبط بالخطية، الموضوع مرتبط بالعينين اللي ربنا اداها انها تشوفه.
يعني ايه؟ يعني مرتبط بطريقه معينه، ربنا ليه حساباته في الحياه الروحيه، بنسكيات معينه، باستناره معينه، بنعمه معينه. فبعد ما شعر ان هو كده هدي، قال له طيب ممكن اسال سؤال تاني؟ قال له قول. قال له ممكن يسمعني صوته؟ قال له انا هطلب منه. يقولوا ان المسيح لما جاله طلب منه فقال له طب خلاص هاته بكره. وفعلا قعد انبا شنودة شايف ربنا يسوع قاعد، وهو قاعد تحت رجليه، وانبا ويسا قاعد على الجنب بيسال المسيح كلمات، والمسيح يرد عليه من غير ما يشوفه، لكن انبا شنودة رئيس التحضين كان بيشوف. ايه ده القوه دي؟ ايه ده؟ اوعوا تظنوا ان الكلام ده جه نتيجه يوم وليله ولا سنه واتنين، ده نتيجه انسحاق شديد، وانسان فرغ كل ما في داخله من العالم حتى صار كل ما فيه روحاني، فاستطاع ان يكون روحاني للدرجه ان يرى المسيح وجها لوجه، ان تتغير سماته الانسانيه من صوره ترابيه الى صوره حقيقيه مع المسيح في السماء. مش بس كانت علاقته بالسمائيين قويه كده، لكن علاقته كمان بالاخر. فاكرين ربنا لما سالوا الفريسيين قالوا له ايه وصيه؟ قال لهم تحب الرب الهك من كل قلبك، كل فكرك، كل قدرتك. هو انبا شنودة كان عامل كده، لكن قالوا له ايه هين التانيه؟ قال لهم تحب قريبك كنفسك، وده اللي كان عمله. انبا شنودة الصاحبين مره حصلت مجاعه كبيره في مصر كلها، فراح قال لهم افتحوا الدير لكل الفقراء يجوا ياكلوا، وفعلا كانوا بيفتحوا الدير يوميا، اي واحد يخش ياكل في الدير، حتى خلصت الحبوب من المخازن. وراحوا الرهبان قالوا له يا ابي خلصنا، وبكره مش هنلاقي ناكل الفقراء، كان بيجوا لهم بالعشر تلاف شخص ياكلوا. فقال لهم طب سيبوني شويه، وقف وصلى. يقول ان جاله بولس الرسول ومعاه رغيف خبز، وقال له الرغيف ده المسيح بنفسه باركه وبعتني ليك علشان اقول لك تباك لانك انت حبيت الاخر وحبيت الفقراء. فاخذ قال له خد الرغيف ده وحطه في المخزن الفاضي هيتملي، وفعلا حطوا الرغيف في المخزن الفاضي. يقولوا ان الرهبان لما فتحوا المخزن لقوا العيش هجم عليهم كانه العيش كان ورا المخزن، يعني اتملى المخزن وضاغط على الباب، وقدروا ياكلوا الفقر. ويقولوا ان من وقتها لم يفرغ المخزن ده من الاكل من العيش. ومر المرات كان انبا شنودة كان القريه اللي جنب منه جم العرب وراحوا قدروا ان هم ياسروا مجموعة القرى اللي حواليهم والمدن، وأخذوا الأشخاص عبيد ودمروا البيوت وسرقوا كل الفلوس. وصل الكلام لأنبا شنودة، نقول له طب أنت مالك، أنت راهب متوحد وكويس إنه ما جوش ناحية الدير. لا، هو بيحب، واللي بيحب ربنا يحب الناس. وكان قوي جدا، يقال إن هو كان لما يلاقي حد مظلوم ومش عارف يتكلم كان يروح معاه قدام القاضي، متخيل؟ يقول له ارفع قضيه ويروح معاه قدام القاضي وهو يترافع عنه، لان هو انسان لما يلاقيه انسان بسيط مش عارف يتكلم، تصوروا يعني. المهم انه لما حصل كده قال لهم وروني فين القبائل اللي سابتكم دول؟ قالوا لسه معسكرين في خيام في الصحراء. راح لهم، واول ما قرب منهم جه الجندي اللي هو مع العرب دول جه يقبض عليه، ايديه اتشلت. فصرخ، فراحوا رئيس القبيلة قال لهم في واحد دخل ويحمل قوة روحية شل الراجل الجندي اللي بره ده، فقال لهم هاتوه. فقال له أولا قبل ما أكلمك لو سمحت خفف الراجل ده، فراح رشم الصليب عليه إيدي رجعت زي ما كان. قال له أؤمر، عايز إيه بقى؟ فقال له أنت أخدت كل القرى وكل المدن اللي حوالين الدير بتاعي سبايا عبيد، خد الفلوس بتاعتهم مش عايزها غنايم، بس رجع لي الناس. فقال له ليك اللي انت عايزه. اخد كل الناس وراح حطهم في الدير، لان وقتها المدن والقرى دي تهدت، ما كانش عندهم بيوت. يقولوا انه، وطبعا بقى من الحرب ولا السبي ده، ناس متعوره وناس ايديها مجروحه ورجليها مجروحه، خلى سبع رهبان دكاتره تسهر ليل ونهار على المرضى
وسكن المدن والقرى عنده في الدير، وقعد يأكلهم مدة 3 شهور متواصل، لحد أم وداهم فلوس لحد ما بانوا بيوتهم عشان يرجعوا. يقولوا ان مات في الفترة دي 94 شخص دفنهم في الدير، وفي 52 أم ولدت في الدير، 52 طفل. ويقول المؤرخين انهم استهلكوا 85,000 أرداب قمح، واستهلكوا زيهم عدس وفول. وغير الفلوس اللي اداهم أنبا شنودر رئيس المتوحدين عشان يروحوا يبنوا بيها بيوتهم. ايه ده القوة دي؟ ايه ده؟ محبة الكنيسة محبة باذلة عاملة. مرة من المرات جاله تاجر بيبكي، قال له ايه؟ قال له انا من اسيوط وبتاجر في اسكندرية ومخازني كلها اتسرقت. فقال له طيب روح اسيوط، ارجع اسيوط هتلاقي في واحد قاعد على باب المدينة بيصرح شعره، قل له أنبا شنودة بيقول لك تعالى. فراح المدينة وقال له أنبا شنودة بيقول لك تعالى. قال له أنبا شنودة رئيس المتوحدين، ده أنا كان نفسي من زمان أخد بركته، كان مسيح يعني. فقال له تفضل. فرجع معاه الراجل التاجر اللي اتسرقت والراجل ده. فأنبا شنودة أول ما شافه قال له باركني يا أبي، أنا كنت من زمان عايز أشوفك. قال له هباركك بس تعمل حاجة الأول. قال له إيه؟ قال له رجع حاجة الراجل ده. فانزعج، فقال له أنبا شنودة، قال له بس مش أنا ما سرقتش لوحدي. قال له أنا عارف أنت ما سرقتش لوحدك. رجعوا له حاجاته وبص للتاجر قال له لما يرجع لك حاجاتك اديله كذا واديهم كذا. وفعلا رجع والراجل اداله حاجاته والراجل اداله فلوس. وبعدين قال له انت رايح اسكندريه؟ ده أنبا شنودة. قال للتاجر ده انت رايح اسكندريه؟ قال له ايوه. قال له لما تروح اسكندريه لما تنزل السوق تبيع حاجاتك هتلاقي في واحد بيبيع حاجه معينه اشتريها لي وربنا هيرشدك. فنزل اسكندرية لقى كان مسبح فضة موجود في الدير واتسرق، وفي راجل في اسكندرية بيبيع المسبح اللي اتسرق ده، بس هو عرف ان هو ده اللي عايزه أنبا شنودة لانه قال ده مسبح متاخد من الدير أنبا شنودة. بس قال لنفسه لو انا اشتريته هتكسف اقول أنبا شنودة انا عايز فلوس لان ده رجع لي فلوسي كلها، لا ما اشتريهوش احسن واقول له اني انا ما شفتوش. تاني يوم الراجل بتاع المسبح واقف وقال له مش عايز تشتري ده؟ قال له لا مش عايز اشتري. تالت يوم واحد تاجر تاني جه في باله قال انا عايز اشتري المسبح ده. قال له المسبح ده بتاع مين؟ قال له بتاع الدير. قال طب انا هشتريه واروح اديه لأنبا شنودة. اخد المسبح ده راجل تاني تاجر تاني وراح لأنبا شنودة وقال له لقيت المسبح اللي اتسرق منك ده. وقال له دفعت فيه كام؟ هو كان دفع فيه اربع عملات ذهب. فقال له دفعت فيه 8. فقال له يا ابني انت دفعت 4 بس؟ فقال له فعلا يا ابي انا دفعت 4. قال له طيب انا هدي لك كمان فوقيه عمله ذهب علشان التعب بتاعك. قال له لا يا ابي انا مش عايز حاجه خالص، عايزك تباركني. قال له اسمع، قال له صدقني مش هاخد فلوس منك خلاص، انا طمعت في الاول لكن من دلوقتي خلاص. قال له طب خلاص ربنا هيبارك لك ويعوضك. ساب المسبح نزل التاجر اللي هو اللي ادى المسبح الفضه ده في اسكندرية تاني لقى كيس فيه 60 قطعة فضة. فقال بص في السماء كده قال له يا سلام يا رب تعوضني بالسرعة دي. فيلم غريب جدا بقى، يرجع التاجر اللي كان اصلا اتسرقت منه حاجته واللي كان أنبا شنودة قال له اشتري المسبح، يعيط لأنبا شنودة قال له مالك؟ قال له وقع مني كيس فيه 60 قطعة فضة. قال له ما اشتريتش المسبح ليه؟ فسكت. قال له ما اشتريتش المسبح ليه؟ قال له عامة الفلوس بتاعتك راحت بتدبير ربنا لواحد تاني ادى ربنا. قال له يعني مش هلاقي الفلوس؟ قال له لا خلاص خلصت. ايه ده؟ انتوا متخيلين السماء مفتوحة ازاي بالنسبة له؟ وكأنه قاعد شايف كل شيء وربنا بيكلمه بتدبيراته الخاصة جدا. هو ده أنبا شنودة رئيس المتوحدين. عشان كده احنا النهارده واحنا بنحتفل مش بنحتفل بانسان عادي، بنحتفل بانسان قدر انه ياكد
انه الانسانيه لها قدره ان تتغير لصوره غير الصوره الترابيه، غير الصوره البشريه. انبش نور رئيس التوحيدين راجل فوق الصور الارضيه. مين اللي اداله ده؟ مش طبيعته خاصه، لكن المسيح اللي فيه. لما دخل المسيح يوم ورا يوم وافرغ ذاته من صورته الارضيه، اداله المسيح. قال كده المسيح: اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. القديسين بتوعنا بيثبتوا ان كلمات المسيح في الانجيل حقيقيه. مره الامبراطور بقى سودوسيوس في القسطنطينيه قال: انا عايز اخد بركه انبشنود رئيس التوحيدين. بعت كتيبه من الجنود قالوا لهم: روحوا قولوا له تعالى، الامبراطور عايز ياخد بركتك في القصر. كتيبه راحت له، راحت لانبشنود، والزعيم الكتيبه قال له: سلام يا ابي، الامبراطور بيقول لك اتفضل معانا، هناخدك على أجنحة الراحة هو الإمبراطور عايزك تبارك القصر. قال له: يا ابني أنا راجل عجوز ما ينفعش أسافر. قال له: الإمبراطور بيقول لك لو سمحت تعالى بارك القصر. قال له: مش هقدر. فقال له: أرجوك ما ينفعش. سابه أنبشنود. تاني يوم لقاه قاعد بالكتيبة، قال له: في إيه يا ابني؟ قال له: ما أقدرش أمشي من هنا، ده أمر الإمبراطور، أنا مضطر أخدك ولو بالقوة. أنبشنود انزعج، قال له: يعني ايه؟ قال له: يعني ده امر الامبراطور، ما اقدرش ارجع اقول له ما ينفعش، انا جندي ضابط لازم انفذ الكلام ده. فراح دخل الانبشنود الدير الكنيسه وصلى، سمع صوت في، قال له ربنا: ها رب اروح معاه ولا ايه؟ فسمع صوت قال له: امين. قال له: طب انا اروح ازاي بقى؟ اروح معاه؟ فالمسيح بعت له سحابه تاني، يعني اخدته وديته، ده كان بالليل، وديته القسطنطينية، وراح لقى نفسه في أوضة النوم بتاعت الإمبراطور. صحى الإمبراطور، فوجئ في نص الليل نور قوي في الأوضة بتاعته، واحد بيصحيه، فقال له: أنت إيه بالظبط؟ قال له: أنا شنودة اللي أنت بعتت علشان تجيلي. قال له: أنبا شنودة رئيس التوحيدين بتاع مصر. قال له: أيوه. فقال له: والجنود بتوعي فين؟ قال له: الجنود بتوعك لسه في الدير هناك. قال له: أنت جيت إزاي؟ قال له: المسيح بعتني. قوة المسيح الذي تؤمن به، قوة الثالوث الذي يدير العالم، هو الذي أتاني إلى هنا. فقال له: باركني. فقال له: هباركك بس تعمل لي حاجة. قال له: إيه؟ قال له: اكتب دلوقتي أمر إن جنود بتوعك اللي في الدير يرجعوا، لأنه مش عايزين يرجعوا إلا لما أروح. فراح جاب ورقة وكتب وختم بالختم الإمبراطوري إن الجنود ترجع. قال له: باركني. قال له: أنا هباركك. وباركه وخدته السحابة، رجعته تاني بالليل. الصبح وقف وصلى مع أولاده. دخل الجندي بقى الضابط، قال له: ها يا أنبشنود هتيجي معايا ولا لا؟ قال له: لا مش هاجي معاك. قال له: ما ينفعش. فقال له: بص خد الأمر ده. فبص الورقة ممضية بتاريخ امبارح ومختومة بختم الإمبراطور، أغمى عليه، وقع أغمى عليه طبعا يعني. فوقوه، قال له: جبتها ازاي دي؟ قال له: أنا رحت للإمبراطور وخلاص. فقال له: أرجوك أنا هخلع لبس جندية وأعيش معاك راهب. قال له: ما ينفعش يا ابني، الإمبراطور بتاعك قال لي رجعهم لي. فرجعوا له. إيه ده القوة دي؟ عشان كده يا حبايبي، قوة الكنيسة وقوة القديسين تخلينا نثق في ربنا قوي. اوعى تظن بقى إن في قوة ولا ملك ولا رئيس ولا جيش ولا جنود ولا أي شيء ممكن يمسك ولا يمس الكنيسة. أنت ابن ملك الملوك، القديسين بيأكدوا لك ده، انت ابن ملك الملوك. قصة تانية لطيفة قوي بقى تبين لك قد ايه ربنا عينه على الكنيسة وبيهتم انه يتمم كل كلمة قالها للكنيسة. ركزوا معايا بقى واسمعوا، دي مهمة قوي. مرة من المرات الكتيرة المسيح كان قاعد معاه وجها لوجه بيسمعوا فمن لأذن، هو قاعد تحت رجليه وعمال مستمتع بيه. مش دي القصة الحقيقة. القصة إني أسقف المدينة، أسقف المدينة اللي فيها الدير، كان معدي وكان البابا وقتها قال له تعالى في حاجة مهمة، فقال أقعد مع أنبا شنودة الأول يعني أعرف أعمل إيه. فراح الأنبا ويصا قال له، خبط على الأنبا شنودة قال له فلان الأسقف مستنيك بره. فخبط عليه، فأنبشنودة قال له استحالة أطلع،
مع المسيح يعني. فخرج قال له استحالة يطلع، قال له معلش، خبط عليه يقول له الأسقف فلان بيترجاك ويبوس إيديك ويقول لك لأجل المحبة أرجوك افتح لي، أنا هقعد معاه دقيقتين بس هستأذنه في شيء، هستشيره في شيء. خبط عليه وقال له الجملتين دول، فبص كده وقال له أنبا شنودة، قال له استحالة أطلع. فخرج قال له بيقول لك استحالة يطلع. فالأسقف بقى كده قال له قل له لو ما طلعش هحرمه، هيبقى محروم من فمي، أنا أسقف. فخبط على أنبا شنودة وقال له بيقول لك لو ما طلعتش تبقى محروم. فابتسم أنبا شنودة كده وبص للمسيح وقال له بص بيقول إيه اللحم والدم ده، يحرمني ازاي وانا قاعد معاك انت؟ فربنا يسوع ابتسم له وقال له لا يقدر يحرمك. فقال له يا رب ده؟ قال له لاني انا اللي سلمتهم السلطان ده، ازاي يكسره؟ مش ممكن. انتوا متخيلين؟ عشان احيانا نستهين بسلطان الكنيسه ونستهين بفم الاسقف وفم الكاهن اللي منه بيقول حل وربط. المسيح نفسه قال له كده، قال له يا شنودة يا حبيبي، أنا لما قلت لبطرس ما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء وما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء، لابد أن أنا أنفذ الكلام ده. إزاي ما نفذت كلام خرج من فمي؟ وده أسقف يحمل سلطان الكنيسة، لو حرمك تبقى محروم. قال له يعني أسيبك وأطلع؟ قال له أيوة روح لإلا يحرمك. ده أنبا شنودة المنور قوي اللي كان بيشوفوه من باب القلاية، من شباك القلاية بينور، اللي بيقعد مع المسيح وجها لوجه، اللي بتاخدوا السحابة تطيروا في حتة تانية. سلطان الكنيسة هو سلطان الكنيسة. سلطان الكنيسة معناه السماء بتسمع. سلطان الكنيسة معناه تعهد ربنا يسوع المسيح نفسه. مرة مرات والرهبان بتسبح وهو دخل ومعاه شخص كده لابس لبس جندي بس مهيب يعني، ملك مهيب يعني كده، ومسكه في ايده ودخل وراح قال كده للراهب اللي بيسبح، قال له استنى شوية، والشخص ده وقف يسبح. وبعد شوية سمع كده صوت رهبان تقول ازاي أنبا شنودة يدخل واحد علماني هو اللي يسبح واحنا كلنا واقفين، ألاف رهبان واقفة يعني. فأنبا شنودة ابتسم كده، وبعد ما خلص الشخص ده التسبحة راح أخده ودخل بيه المسبح وطلع لوحده. فالرهبان قالت له إيه يا أنبا شنودة ده؟ إزاي تدخل واحد علماني يخش يسبح؟ قال لهم عارفين ده مين؟ ده أعظم مسبح، ده داود النبي نفسه. السماء مفتوحة، الحياة معاه كانت كده. ويقول مرة مرات قال لهم بكرة كلكم تتجمعوا وهيخش معايا ضيوف كبار قوي، تحنوا راسكم هما داخلين ومحدش ينطق. دخل معاه ثلاثة وبعدين احنوا راسهم وبعدين قال له باركوهم، فباركوهم ودخلوا المسبح بعد كده وقعدوا يتكلموا شويتين الأول، بعد كده دخلوا المسبح واختفوا. قالوا له تاني يوم قالوا كانوا مين؟ قال دول كانوا يوحنا المعمدان وإيليا وإليشع النبي. ايه ده؟ كنيسة قوية قوي قوي، بتتكلموا بقى على أمور بسيطة، إني مش عارف مين قاعد على الكرسي ولا خايفين من المدير بتاعكم ولا مين هيحصل إيه للكنيسة، بتتكلموا على كنيسة تحمل قوة سمائية جبارة. لا تخاف، إزاي تخاف بعد كده؟ وفي النهاية جه ربنا يسوع وقال له إنه أنا هاخد روحك يا حبيبي، وكان سبع أبيب. وفعلا قعد أنبا شنودة عيش شويتين، قعد أنبا شنودة ودخل. يقول بقى أنبا شنودة هو وقت النياحة بتاعته بس كده قال الأباء أرجوكم اقعدوا بالترتيب بتاعكم. انتوا متخيلين؟ وسمعوه قال الأباء البطاركة اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الأنبياء، الرسل، وبعدين قال اتفضلوا يا شهداء، اتفضل يا أنبا أنطونيوس، اتفضل يا أنبا بخوميوس، اتفضل يا أبو مقار، ده كله جه. وفي الآخر راح قال إيه اسندوني يا أباء حبيبي ورب يسوع المسيح، وأحنا راسه وقال له خلاص خد روحي. يقول راح غمض عينيه والمسيح احتضنه، وعندها شم رائحة بخور قوية جدا في القلاية،
ويقولوا الرهبان ان هم بيدفنوه سمعوا صوت تسابيح ملائكه وهي عماله تقول تباك يا شنوده، اليوم نحن نفرح معك بلقاء الهك يا من اخذت اكاليل مضيئه، ها هي ابواب السماء مفتوحه ليك. دفنوه في الدير وهم مشاعر مختلطة ما بين البكاء ما بين الفرح ان استقبلوا الملائكة في السماء. وده كان سنة 451 عن 118 سنة. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبدية.